في مبادرة فنية لطلاب كلية تربية نوعية في كفر الشيخ. المبادرة دي بتستهدف تحويل جدران المصالح الحكومية والمواقف والمستشفيات والمدارس للوحات فنية، وده عشان يحسنوا مستوى الرؤية البصرية. حقيقة الموضوع ده كان حلم من زمان، كان نفسنا نشوف ده ونشوفه في كل دول العالم، إن طلاب فنون جميلة أو الطلاب المتميزين في الرسم أو النحت بينزلوا الشارع، لكن كانت بصراحة بتقابلهم بعض المعوقات البيروقراطية، يعني إن صح التعبير. الجداريات اللي بينفذها هؤلاء الطلاب بتجسد طبيعة الحياة في هذه المحافظة، أيضا بتجسد تاريخ المصري القديم والمشروعات القومية أيضا اللي بتحصل دلوقتي في كل شبر من أرض مصر. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة في سياق هذا التقرير. لوحات إبداعية نفذها طلاب وطالبات كلية التربية النوعية على جدران مدينة كفر الشيخ استهدفت تزيين وتجميل المصالح الحكومية والمواقف والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات والهيئات من أجل تحسين الرؤية البصرية وإضفاء طابع جمالي على شوارع المدينة. مبادرة الرسم على الجدران جاءت ضمن أعمال تنفيذ مشروعات التخرج للطالبات بجامعة كفر الشيخ، واستهدفت تجسيد الحياة القروية وتاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية، خاصة أن كفر الشيخ تمتلك عددا كبيرا من الآثار بجانب تجسيد التراث والطابع الإسلامي، وأيضا رسم وتجسيد المهن التي تميزت بها المحافظة من أعمال الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مدار السنوات القليلة الماضية في إطار الجمهورية الجديدة. كما تستهدف المبادرة بجانب تصميم الجداريات المتعددة تزيين الأشجار وتحسين الصورة البصرية في مصيف بلطيم، وأظهرت الطالبات تميزا في رسم الجداريات بحرفية كبيرة، وعبرن عن سعادتهن بتجربة رسم الجداريات بالشوارع وعلى جدران المدارس والمصالح الحكومية للمشاركة في تجميل مدينة كفر الشيخ. وزادت حالة السعادة بمشاركة الأطفال لهم في أعمال الرسومات، إضافة للأهالي الذين شجعوهم على إبراز ما بداخلهم من رسومات ولوحات فنية متميزة. معنا دلوقتي عبر الهاتف دكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. برحب بحضرتك، أهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، وصباح الخير على كل أعضاء الفريق. صباح الخير يا مصر، برنامج صباح الخير. أهلا، صباح الخير والجمال على كل الشعب المصري العظيم داخل وخارج أرض مصر. أهلا أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة، يعني منظر جمالي ورائع شفناها في سياق هذا التقرير، كلمينا عن الأهداف العامة اللي بتستهدفها هذه المبادرة. إحنا إيه اللي كان معطلنا زمان؟ إيه العوائق البيروقراطية اللي كانت واقفة عشان ننزل طلبتنا إن هم يجملوا هذه اللوحات؟ وإزاي أنتوا يعني قدرتوا تتخطوها ببعض المجهود؟ احكي لنا يعني المجهود ده عملتوا فيه إيه عشان نطبقه في كل المحافظات المصرية. خليني أشكركم الأول على التقرير المختصر الهايل اللي أنا سمعته، أنا مش شايفاه بس سمعته. هو يعتبر تقرير شامل فعلا، وانتهز الفرصة ان انا اهني فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد ثورة يونيو المجيدة اللي اتزمنت مع عيد الاضحى المبارك. كل عام والشعب المصري والعربي والعالم كله في خير وصحة وسعادة، ويا رب دايما في اعياد. بالنسبة لمبادرة جمل بلدك اللي اطلقتها جامعة كفر الشيخ تحت رعاية ودعم وتشجيع الاستاذ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، كان ليهم كل الفضل وكل الدعم وتذليل العقبات الصراحه، وبالتعاون بقى المثمر جدا جدا مع محافظه كفر الشيخ تحت رعايه ودعم وتشجيع معالي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه دكتور عمرو البشبيشي. اللي حصل ان هم يعني فعلا كان في عقبات كتير جدا اتذللت من داخل الجامعه ومن خارج الجامعه من خلال معالي الوزير المحافظ. تحياتنا لكل الاسماء، ولكن خلينا عشان الوقت
نفيد الساده المشاهدين بشكل موضوعي وعلمي دقيق، ازاي نطبق هذه المبادره في باقي المحافظات؟ عملتوا ايه علشان نعمل حاجه زي كده؟ احكي لنا الخطوات باختصار. اتفضلي يا فندم. هي البدايه يعني انا داخلها كده لسبب ان دعم الناس دي هو اللي ذلل لنا فعلا العقبات. فياريت في كل الكليات اللي بتدرس الفنون سواء كانت تربيه نوعيه، تربيه فنيه، فنون جميله، فنون تطبيقيه، يبقى في دعم من داخل الجامعه ومن خارج الجامعه عشان يقدروا الطلاب وهيئه الاشراف يخرجوا ويعملوا شغل جميل زي اللي احنا عملناه واكتشفنا فيه حاجات كتير قوي. طيب ايه المعايير، ايه المعايير اللي بتركزوا عليها يا فندم وانتوا بتختاروا المبنى اللي الطلاب هيرسموا عليه؟ وكمان انا يمكن شفت في التقرير انه دي ضمن مشروعات تخرج يعني قسم التربيه الفنيه فعلا بكليه بالزبط. التربيه النوعيه هي المبادره بتهدف لنشر الوعي الجمالي والفني والحضاري طبعا من خلال تجميل الشوارع والميادين والجدران زي ما حضراتكم قلتوا بكل ارجاء محافظه كفر الشيخ. بنخرج يعني الفكره جت في 2017 لما انا كنت عميد الكليه ومشرفه على قسم التربيه الفنيه وطلبت من الطلاب بتاعنا يا اولاد احنا بنعمل شغل حلو قوي تعالوا نخرج بيه بره. الصراحه كان في خوف ورعب لان اكثر الطالبات بنات يعني طالبات وطلبه عدد قليل. فانا كمان قلقان عليهم، هل الجمهور الشعب في كفر الشيخ هيبقى ازاي؟ هيبقى في تحرش، هيبقى في ناس بتضايقهم، هيبقى في صراحه اتفاجئنا كلنا بالاحترام والرقي اللي في الشعب. ردود الفعل ايجابيه. طب بتنقوا ازاي المباني بناء على ايه يا فندم؟ والله بصراحه انا باخد فريق الاشراف وبخرج نبص على المحافظه وجالنا دعوات بقى من المدن كمان زي مدينه بلطيم اللي هي المصيف بتاع كفر الشيخ. ايوه فوجئت بمخاطبه جايه من المحافظ ورئيس مجلس المدينه ان احنا عايزينكم تجملوا. طيب هتقدروا توفروا الخامات لاولادنا علشان احنا مش هنقدر نكلفهم، وطبعا الجامعه ما فيهاش الخامات وكده، ففعلا وفروا الخامات كلها. صحيح. تعليم الولاد خلال ده ازاي برضو يرشدوا الاستهلاك بكميه قليله من الالوان يرسموا، ازاي روح الانتماء عندهم انا ما بزرعهاش هي موجوده، ازاي هي قدرنا نخرجها. صحيح. وازاي بيرسموا فعلا المشروعات القوميه اللي موجوده سؤال حاليا على سؤالنا الاخير يا دكتوره، بتحسنوا صوره المصالح الحكوميه، المواقف، المستشفيات، المدارس بحاجتين، التاريخ المصري القديم او تاريخ اجدادنا يعني المصريين والمشروعات القوميه. اهم الحاجتين يعني اهم الحاجات اللي عملتوها في تجسيد تاريخ اجدادنا واهم الصور اللي عملتوها في المشروعات القوميه. احنا اغلب الشغل عندنا بيعتبر بانوراما، بتحس ان هو معرض مفتوح للطلاب واكتشفنا فعلا مواهب احنا ما كناش حاسين بيها. الحضاره الفرعونيه موجوده في كفر الشيخ، عندنا قبطي، عندنا اسلامي، بالاضافه بدمجها بالفن المعاصر واستشراق المستقبل كمان، يعني بيتخيلوا ايه اللي ممكن يبقى في المستقبل. تمام. جالهم شغل كتير اثناء ما هم شغالين، اتعرض عليهم من الديكور، اعمال ديكور في المنازل وفي المحلات. المحلات المجاوره والمؤسسات كانت بتضيفهم وتجيب لهم مشروبات واكل، يعني ايجابيه فوق ما حضرتك ما تتخيل، احنا كلنا ما كناش متوقعين ده. صحيح. هم كمان بقى عندهم بالتاكيد بالتاكيد واضح ان هم فعلا طلبه يعني مجتهدين، وبالتاكيد واضح ان اشراف حضراتكم في جامعه كفر الشيخ باين على هؤلاء الطلاب. تحياتنا لكل الطلاب في جامعه كفر الشيخ، تحياتنا لكل طالب قدر ان هو يطلع كل المجهود، وطبعا تحياتنا لكل الدكاتره. شكرا لك يا دكتور اماني شاكر، نائب رئيس جامعه كفر الشيخ لشؤون خدمه المجتمع وتنميه